السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام طيبين. طبعا في رمضان محتاجين المربى علشان الزبادي، وما يحلاش السحور غير بالزبادي بالمربى. فطبعا النهاردة في اليومين دول متوفر الفراولة عندنا في السوق موجودة. طبعا أنا عملت منها حاجتين، عملت منها صوص الفراولة أهو، طبعا كأنه هو لسه سخن بيغلي، أنا لسه يا دوبك منزل من على النار. وده يا جماعة مربة الفراولة معانا، شايفين لونها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هي هتجمد عن كده كتير أول ما تبرد إن شاء الله. فلو عايز تعرف الطريقة بالظبط كمل الفيديو معايا، وما تنسونوش تابعوني علشان إن شاء الله هنعمل وصفات جميلة جدا، وهتكون موفرة في ظل الظروف الغالية اللي احنا فيها دلوقتي.